بفضل الله خلال السنوات الماضية قمت بتصميم وتنفيذ مجموعة من الابتكارات الهندسية. هذه الابتكارات تهدف إلى خدمة الإنسانية وتسهيل النشاطات البشرية وإيجاد حلول للمشكلات البيئية. قصتي مع مجال الابتكارات بدأت منذ الطفولة، حيث كنت أفكك ألعاب الأطفال لأنظر في آليات عمل هذه الألعاب من الداخل، ثم تطورت قليلاً وأصبحت أصنع وأعدل على هذه الألعاب، فأصبحت أقوم بنحت ألواح الفلين وأجعلها على شكل سفينة، ثم أزودها بمحرك كهربائي وبطاريات حتى ألعب فيها في طرقاتنا في مخيمات لا يخفى عليكم حالها، في الشتاء تصبح برك من الماء لألعب في هذه البرك بسبب تدني الخدمات والبنى التحتية. ثم تطورت هذه الفكرة خلال المرحلة الثانوية، كنا ندرس عن جهاز في مادة الفيزياء وهو موجود في البلاد الغربية، فخطر لي خاطر، لماذا لا نستطيع أن نصنع هذه الأجهزة بأنفسنا في بلادنا وإن كانت غائبة من مدارسنا؟ والحمد لله استطعت ونجحت في تصميم هذا الجهاز، والأمر شكل مفاجأة لأستاذ مادة الفيزياء حينها أذكر، فأعطاني شيء من الثقة في النفس في هذا المجال بأننا نستطيع، ولو كان هناك من الصعاب لا نستسلم، وهذه الهمة نستلهمها دائما من قضيتنا الفلسطينية المستمرة منذ عقود من الزمن، لابد وأن نستمر حتى الوصول إلى الأهداف. طبعا درست في المرحلة الجامعية، كنت لا أحب الدراسة كثيرا وأتجنب السنوات الطويلة للدراسة، فذهبت باتجاه علوم الإدارة والاقتصاد. وبعد التخرج كأي شاب لاجئ فلسطيني يتخرج يواجه مشكلة العمل محليا بسبب القوانين التي تحد من نشاطات العمل هنا محليا. فماذا نفعل؟ هل نستسلم؟ لا نستسلم ولا نعرف اليأس بإذن الله. واستمريت، ثم اشتريت جرافة صغيرة وبدأت أعمل كسائق جرافة على هذه الجرافة في مخيمي، أذهب وأعمل في أعمال الحفر والتكسير والصب، متسخ الثياب، وهذا كان مصدر فخر لي بأني أعمل في مصدر للحلال لا أخجل من عملي، وهي دعوة لأي شاب أن لا يخجل بأي عمل من الأعمال. استمريت في العمل على الجرافة حتى حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وأنا أعمل عليها. بعد التخرج من الماجستير أيضاً عدت إلى ذات المشكلة، هذه الشهادة لابد من وظيفة تليق بهذه الشهادة، لكن العائق القانوني تجاه الجانب الفلسطيني والشاب الفلسطيني من جديد. ماذا أفعل؟ هل أستسلم؟ لا نستسلم ولا نعرف اليأس. اشتريت جرافة ثانية ووسعت عملي وبدأت العمل بفضل الله عز وجل واستمريت، حتى حصل معي حادث عمل. هذا الحادث تسبب بكسر يدي، أصبحت عاجز عن قيادة آليتي والاستمرار في هذا العمل. اتصلت في شركة أجنبية، طلبت منهم جهاز للتحكم بالآليات الثقيلة، أجابوني بالحرف الواحد: إلى لبنان لم يصل هذا الجهاز بعد، وجرافتك من النوع القديم لا يمكن إضافة جهاز تحكم عليها. فأجبتهم: أنا سأصنع هذا الجهاز وبإذن الله سأصنع عليه بصمة فلسطينية وإضافة علمية فلسطينية ليسيره عبر الهواتف الذكية. فكانت فكرة بلو درايف 48. هذا الجهاز عبارة عن منظومة تثبت داخل الآليات الثقيلة، وبحيث يمكن التحكم بكافة أنظمة الآلية عبر الهاتف الذكي، يمكن خيرتها عبر الهاتف مزودة بكاميرات حتى يقوم السائقين بخيرتها في الأماكن الخطرة للحفاظ على الأرواح الإنسانية ولمساعدة المعوقين في إتمام مهامهم عن بعد. كما تشاهدون تؤدي كامل وظائفها عبر الهاتف الذكي. انظروا إلى الدقة في العمل حتى نثبت بأننا نستطيع من مخيمات اللجوء الفلسطيني. هذا الجهاز تم توثيقه من خلال عشرات وكالات الأنباء المحلية والدولية والفضائيات. وخلال هذه المقابلات كنت دائما أطلب: يا أحباب، لابد من جهة حاضنة كي نثبت هذا الجهاز أنه جهاز فلسطيني ونزيد إلى موروثنا العلم الفلسطيني مثل هذه الابتكارات المتقدمة. لكن في بلادنا العربية والإسلامية أنتم تعلمون الحال في الاهتمام تجاه الابتكارات، لا جهات حاضنة. أنا على صعيدي الفردي الشخصي استطعت أن أصمم وأنفذ هذا الجهاز وأحميه ببراءة اختراع محلية من وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة هنا في لبنان، لكن هذه البراءة تحمي ضمن النطاق الجغرافي للأراضي اللبنانية، لا تحميه دولياً. فكنت أخاف على الجهاز من نسبه إلى دول أخرى، وفعلا بعد 3 سنوات حصل ما كنت أخشاه، وأخذت فكرة الجهاز وصمموا جهاز يقوم بذات الوظيفة بعد 3 سنوات من هذا التوثيق العلمي. ماذا نفعل؟ نستسلم؟ لا استسلام، نستمر. بذلك
وبعد أن انتشرت الحرائق في بلادنا هنا في لبنان في فلسطين وأيضا في البلاد الغربية، انتشرت الحرائق في أستراليا في غابات الأمازون، وكان لابد من بصمة فلسطينية مع الجهود الدولية المبذولة للحد من هذه الحرائق التي تزيد من موضوع الاحتباس الحراري. فكانت منظومة Pulse Firefighter 48، هذه المنظومة مزودة بألواح طاقة شمسية حتى تستخدم الطاقة النظيفة، وهي توجه الدول الصناعية الحديثة لاستخدام الطاقة. حملت العمل العلم اللبناني والفلسطيني في نوع من رد الجميل لهذا البلد العزيز على قلوبنا الذي استضافنا منذ عقود من الزمن. تقوم بإطفاء الحرائق حسب نوع الحريق، إذا كان الحريق عبارة عن أشجار وأخشاب تستخدم خرطوم المياه التقليدي وتتابع أعمالها حسب نوع الحريق. إذا كان الحريق شبكات كهرباء لا نستخدم المياه في علم الإطفاء، نستخدم مادة الباودر أيضا مزود بالباودر والفوم وما يلزم من هذه التقنيات الحديثة. يقوم بتحكم كامل عبر الهاتف الذكي. هذه الطابة تستخدم في الغرب يدويا، الروبوت الفلسطيني يقذفها بشكل آلي كما تشاهدون ويطفئ الحرائق خلال لحظات. يتابع الروبوت مهامه، يستطيع هذا الروبوت أن يفتح أذرع له لتثبيته في حالات الضغط المياه العالية كي يثبت نفسه ويعيده إلى توازنه بحال انقلابه. يتسلق إلى الأبراج بميزة غير مسبوقة عالمياً. رأينا بعض الروبوتات في بلاد الغربية كانت محدودة من حيث المواصفات، الروبوت الفلسطيني حمل مجموعة من المواصفات الجديدة الغير مسبوقة عالمياً بفضل من الله. يدخل إلى داخل الشقق بحال واجهته أي عوائق زجاجية، لمسة على الهاتف الذكي يزيل هذه الحواجز ويستمر في مهامه داخلياً وخارجياً، مزود بكاميرات يمكن لأي شخص من مسافة آمنة أن يتحكم بهذا الروبوت. يمكن رفع المسعفين والمنقذين إلى هذه الشقق بهذه الميزة وإنزال الضحايا لا سمح الله بحال كان أي ضحايا. يمكن أن يصبح إسعاف ببساطة من خلال إضافة سكة صغيرة وينقل المصابين من الأماكن الخطرة إلى الأماكن الآمنة ويرش عليهم الرذاذ المبرد. وبحال كان هناك محاصرين في الداخل يقذف كبسولة إسعافات أولية تحتوي على كل ما يلزم من حبال نجاة ومن أغلفة خاصة حتى نحافظ على الأرواح الإنسانية. وهنا إشارات ضوئية ودخانية ملونة للتعامل وإيجاد بحال وجود الأشخاص في الأماكن المظلمة. يعني هذا واقعنا. واليوم أنا دعوة إلى الإخوة خاصة الجامعين، لابد أن نعيش حياتنا برسالة في هذه الحياة. وبما أن الإخوة طلبوا مني أن أنقل تجربة شخصية، أنقلكم شيء من تجربتي. أنا في حياتي كإنسان مؤمن ومسلم لابد من رسالة في هذه الدنيا، ورسالتي الأساسية بنظري هي عبادة الله عز وجل. وهذه العبادة بمفهومها الواسع تشمل كافة نواحي الحياة بما فيها عمارة الأرض بكل ما يلزم، وهذا جزء من عمارة هذه الأرض وإفادة البشرية. ونحن في ذكرى المولد الشريف نستذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولابد أن تكون رسالتنا إلى جميع الشعوب بلا تمييز بين جنس وعرق وجنسية ولون أبيض أسود، إلى الجميع هذه رسالتنا الفلسطينية. ثم جاءت الجائحة العالمية وكان لابد من النظر في حاجات الناس في كل الدول، ماذا تحتاج البشرية اليوم، ولابد من إضافة علمية. فرأيت في الجائحة أنها تسببت في إصابة ومقتل الكثير من أحبائنا من مختلف الشعوب حول العالم، فكان لابد من بصمة علمية فلسطينية في مجال التعقيم. فكرت، رأيت أشخاص يحملون قارورات التعقيم الكبيرة الحجم، لكن بنفس الوقت أنا أعلم بأن أكثر من نصف سكان الأرض يمتلكون هواتف ذكية، فكيف أن أربط بين التعقيم وبين الهواتف الذكية؟ لنرى ذلك مع جهاز كورونا فايتر 48. هذا عبارة عن جهاز صغير يملأ بالسائل المعقم المناسب حسب حاجة الاستخدام، إن كان للأيدي إن كان للأسطح، ويعمل كباور بانك وايرلس. أيضا هذه حاجة للبشر بأن نشحن هواتفنا خلال أعمالنا اليومية ويمكن تعقيم الأيدي أو أي جهاز. مثل هذا الجهاز يا أحبة طلب مني 10,000 حبة، 10,000 يونت من كندا، لكن أجبت هذا رجل الأعمال. نعم سعيد لهذا التفاؤل، لكن للأسف أجبت رجل الأعمال أني لا أستطيع بجهد الفردي أن أنشئ هذه وهذا العدد من الأجهزة. مخيماتنا الفلسطينية ليس فيها بنى تحتية، بلادنا العربية والإسلامية لا تهتم بمثل هذه العلوم للأسف رغم الحاجة الملحة لهذا الجهاز. طبعا
نستمر. وبما أني أنا ابن المخيمات الفلسطينية لابد من إيصال شيء من صوت شبابنا في المخيمات الفلسطينية. نحن في الواقع معيشي في الحقيقة إن كان يعني طبعا الوضع في لبنان محزن والواقع في المخيمات الفلسطينية للأمانة مفجع، ومن يزور أزقة المخيمات الفلسطينية يعلم جيدا عما نتكلم. وهنا الدور يقع على الجميع، على الجانب الرسمي الفلسطيني لابد من القيام بالدور كما يجب، على الجانب الرسمي اللبناني قدر الاستطاعة مع مطول الدولة اللبنانية فوق طاقتها، لكن في حد أنا على ثقة قادرين بخصوص قوانين العمل، بخصوص قانون الملكية، بعض القضايا اللي بيستطيعوا فيها يعيشونا ويساهموا مع معيشتنا بكرامة إلى حين عودتنا إلى أرضنا التاريخية، لابد من بذل الجهود. وقلبنا مع لبنان يحترق في هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فعلا التي نتأثر بها. وبما أن اليوم كذلك نواجه في المخيمات الفلسطينية، نوجه النداء إلى المؤسسات الأممية وبالأخص الأنروا، لابد أن تأخذ مسؤولياتها التي أخذتها على عاتقها أمام المجتمع الدولي. اليوم نرى أزمة التعليم في الصفوف، أكثر من 50 طالب في الصف، هذا أمر كارثي يا أحباب. نحن في السنوات الماضية من يطلع على الدراسات في المدارس الفلسطينية كنا رواد وكنا نتصدر التفوق في الجامعات وفي الدراسات. في العام الماضي كانت النتائج الدراسية مخيبة للآمال للأسف وتراجعت النتائج. لابد من جهود الأنروا لاتخاذ إجراءات عاجلة، وكما شهدنا الاحتجاجات مباركة من كل من قام بهذا الحراك الاجتماعي للمطالبة بحقوقنا بإيجاد عدد مناسب للصفوف كي نستمر كفلسطينيين في التميز في علومنا. وكذلك في الجانب الطبي لابد من أخذ إجراءات عاجلة خاصة في ظل تفشي داء كوليرا الذي تفشى في سوريا عند إخواننا السوريين ولدينا. وهذه المطالبة في تحسين الوضع المعيشي ليس من باب شخصي، لا، إما من باب اجتماعي، لأن الوضع وصل إلى حال يرثى لها، وهذا الحال عكسته قوارب الموت للأسف التي أفقدتنا الكثير من أحبتنا. رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى، ونسأل الله أن يعيد المفقودين ويطمئن قلب أهاليهم. لابد من خطوات بهذا الخصوص. استفحلت هذه الجائحة أكثر وأكثر وأصابت الملايين حول العالم، بلغ عدد المصابين ما يزيد عن 600 مليون إصابة، وعدد الضحايا والقتلى أكثر من 6 مليون إصابة. هذا يعني يزيد من حافزنا كفلسطينيين بواجبنا بأن نفعل شيء. قمت ببحث كالعادة ما هي حاجات الناس، كيف نستطيع أن نضيف إضافة علمية على هذه الأجهزة المتوفرة. اطلعت على ما هو متوفر في الأسواق، وجدت غرف التعقيم التقليدية. غرف التعقيم تقوم بدور جيد، لكنها على الحقيقة من ناحية العلمية لا تغطي كافة أنحاء الجسد. لو أخذنا على سبيل المثال أسفل الأرجل لا تطالها هذه الغرف، أيضا المناطق الداخلية للأرجل، إذا كنت أنا شخص ملتزم ألبس العبي أو الأخوات يلبسون العبايات، المناطق الداخلية لا يصلها الرذاذ، أيضا أعلى الرأس. وكذلك تحتاج الأنفاق التقليدية إلى شخص يرشد المستخدم ليرفع يديه حتى تصل إلى أسفل الإبط. ففكرت بجهاز يقوم بكامل هذه المهام بدون أي عناء، وكان جهاز فول بدي سانيتايزر. عذرا تجاوزنا الوقت، سأتكلم سريعا إن شاء الله واختصر. هذا الجهاز يقف الشخص على منصته الأساسية، باللحظة الأولى التي يقف عليه يقوم بقياس طول الشخص ويرش عليه الرذاذ وفق المعايير الدولية. وكانت توصيات منظمة الصحة العالمية بأن لا نعرض أجسادنا لكميات مبالغ فيها من الرذاذ حتى لا نصاب بأمراض جلدية. قابل للشحن، يمكن استخدامه في بلدان مثل لبنان الحبيب الذي يعاني اليوم من قطاع الكهرباء، حتى يستخدم في الأماكن الخارجية. مجرد وقوف الشخص عليه يقوم بعملية تعقيم كاملة أسفل الأرجل أعلى الرأس حتى يعطي إشارة لرفع اليدين ليعقم المناطق المخفية من تحت الإبط. بحال صعد عليه طفل يأخذ طول الطفل ويرش فقط ضمن الحاجة على طول هذا الطفل. أختم كي لا أطير على الإدارة، رسالة سريعة إلى الإخوة الجامعيين، لا تختصروا العلوم والمكاسب المعرفية من الجامعة. الجامعة لا تعطيكم تميز، الجامعة تعطيكم نسخ لمعلومات وقواعد قد نسخت على الملايين غيركم. إذا أردتم التميز لابد من بذل الجهود في المطالعات وفي الأبحاث ومن اكتساب الخبرات العملية وإرفاقها مع الخبرات النظرية حتى تصلوا. وإلى المهنيين، لا تقولوا أنا ماذا عسي أن أفعل أو ماذا أستطيع أن أفعل، جميعنا نستطيع إن كنا دهانين، إن كنا حدادين، إن كنا نعمل في البلاط،
الاختبارات في التلييس، أي مجال يمكن أن نبدع، يمكن أن نطور أنفسنا عبر الإنترنت الذي هو نهر نعم لمن أحسن الغرف منه وسيل جارف لمن أساء الخوض فيه. لابد من حسن استخدام الإنترنت لنطور أنفسنا. فلسطين تنتظر منا الكثير. هذا الوطن الذي سنحرره غدا بإذن الله، سنعود ونبني أجمل فلسطين. وأختم، كنا الرواد في العلوم وسنعود كذلك بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.